تسليم 1200 مسكن اجتماعي بين سنتي 2023 و2024 وقريبا دفعة جديدة في ثلاث ولايات. افتتاح الدورة التاسعة من المؤتمر السنوي إفريقيا كايزن بمشاركة أكثر من 20 دولة. في العالم أكثر من 20 شهيداً وعشرة الجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حول العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. أفادت المديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سندس كرايم بأنه سيتم قريبا تسليم مجموعة جديدة من المساكن الاجتماعية في ولاية تونس ونابل والقيروان. وخلال استضافتها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أضافت أنه تم بين سنتي 23 و2024 و2000 تسليم 1200 مسكن اجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أسعار هذه المساكن الاجتماعية تتراوح بين 50,000 دينار و 85,000 دينار. فما ولاية تونس ديجا حاضرة، نابل حاضرة، القيروان، هذوما إن شاء الله يتم تسليمهم بخشان بريسك 1200 تسلموا ما بين 2023 و2024. الولايات مختلفة، نعمل عقود كراء مملك للمنتفعين. تو مثلا في أريانا عنا 1409 مسكن جاهز، في مشروع هو فيه 1568 مسكن، 1409 هذوما جاهزين. قديش عنا في القائمة؟ 993. عنا 575 تو الشاغرة، صار إعادة فتح طلب ترشحات من 14 اكتوبر الى 12 نوفمبر، وهذه فرصه على الاقل معناها نجموا زاد نزيدوا نقولوا للعبيد اللي هما في ولايه ريان. المبلغ في 85,000 دينار للمسكن حتى يوصل ساعات 50,000 دينار. انطلقت اليوم فعاليه النسخه التاسعه للمؤتمر السنوي افريقيا كايزن 2024 بمشاركة أكثر من 20 دولة. المؤتمر تنظمه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على مدى يومين بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون اليابانية ومنظمة التنمية للاتحاد الإفريقي. وأكدت وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب في تصريح لمريم الغربي أن 200 مؤسسة صناعية تونسية انتفعت ببرنامج كايزن بهدف تحسين الجودة والإنتاجية. تعريف بالتجربة كايزن اللي نجحت في تونس من 2006، صارت 3 برامج، آخرها البرنامج اللي تم توقيعه بالنسبة للفترة 2024-2028. 200 مؤسسة تونسية مكنتها مش تنجح في منظومة الكايزن باش تحسن الانتاجية متاحها والجودة متاع منتجاتها 100%. فوق من 90 خبير تونسي ولو متكونين ومتميزين. اليوم على الندوة هذه تمكننا بضيافة 23 مشارك من 23 بلاد و75 مشارك أجنبي باش يستعرفوا على التجارب بيناتهم. اليوم الحاجة أكثر أنه باش يكون هيكل قار موجود في الوزارة، يتم بحثه في القريب إن شاء الله، باش يولي عنده بعد أكثر من البعد الوطني وأكثر من البعد الصناعي، بما أنه في المقاربة متاعنا باش نتعاونوا برشا مع وزارة التكوين المهني، باش نتعاونوا مع وزارة الصحة. عنا جانب جديد باش يكون موجود في البرنامج متاع 2024-2028 اللي ما كانش موجود قبل، هو تعاون في القطاع المناجم ومع الشركات العمومية. لحد الآن الحقيقة الشركات العمومية ما كانتش مندمجة في البرنامج، إن شاء الله البرنامج الجديد باش يدمج الشركات العمومية وخاصة في قطاع المناجم. نظم اليوم عدد من مدرسي تعليم الكبار المتعاقدين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وصرف مستحقاتهم المالية، وفق تصريح حنان محجوب ممثلة عن المدرسين المحتجين لوجه النمرة. احنا اليوم زملاء الكل جينا من مختلف ولايات الجمهورية في وقفة احتجاجية للمطالبة بتوضيح مصيرنا وللمطالبة بتسوية وضعيتنا اللي هي لليوم مازالت غير واضحة. احنا كلنا من اصحاب الشهادة العليا وفينا حتى دكاترة، وعندنا برشا زملاء اللي متحصلين على شهادة الماجستير ولليوم يتقاضوا في منحة 370 دينار.
المتعاقدين الكل في وضعية نفسية محتقنة جدا. العدد اللي صرحت به الوزارة هو 1018 متعاقد. احنا اليوم هدفنا الأول وهدفنا الأخير هو توضيح مسيرنا وتسوية وضعيتنا أساسا. اليوم نستناه في تنزيل الأمر في الرائد الرسمي. لليوم الوضعية هذه خلتنا نطرح برشا تساؤلات، خلتنا نطرح برشا شكوك. يزلنا اليوم احنا نعرفوا شنو مصيرنا. الوقفة متاعنا هذه ماهيش باش تكون الأخرى، احنا ماشيين في التصعيد في نضالاتنا. بعد دعوات سابقة بضبط محتوى المضامين المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت وزارة العدل مؤخرا بالتتبع الجزائي للمضامين التي تمس من القيم الأخلاقية خاصة على تيك توك وإنستغرام. كيف تفاعل التونسيون مع هذا القرار؟ وما هي أبرز العقوبات الجزائية المترتبة عن المخالفين؟ المتابعة لكوثر العرقوبي. أبحاث جزائية وتتبعات عدلية ضد ناشرين مضامين تمس بالأخلاق الحميدة على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار تفاعل معه العديد من التونسيين، بين من اعتبره حلا لردع ناشري المحتويات المخلة وبين من رفضه جملة وتفصيلا. لو كان فما تطبيق فعلي بنصور شي نقص ما القرار، أما يزم يتفاعل، أنت ما يقعدش حبر على الورق. تيك توك آفة في المجتمع، شي حشم بعضك واحد يحكي كلام خايب، خاصة اللي نشوفوا فيه مثلا الرجال كيفاش تحكي ونساء كيفاش تحكي في التيك توك. أنا بالنسبة لي أنا يلزمهم مذنكم الرادع. ذاك كله قاعد يأثر ونشوفوا فيه أثر سلبا أكثر من إيجابا بالذات التيك توك. دونك قرار صائب. ليش فيه القرار؟ أحنيت سنة ولا كم عبد دخلنا في الفلوس؟ حلونا نحن مستقبل كشباب، أنا ضايعين نحن لهنا. أنا مش معاه تتبع الحقيقة، أما الكنترول دي بارون يلزموا يدفع. فما دينار في التيك توك نفسه، نجم أنت تتحكم من تليفونك في اللي يتفرج فيه ولدك. ويصنف المرسوم 54 من سنة 2022 الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات، ونخص بالذكر الفصل 24 من المرسوم الذي يتعرض لكل ما يتعلق بالنشر الإلكتروني من أخبار زائفة وما يمس بالسمعة أو التشهير وكل ما لا يتماشى مع الأخلاق الحميدة. دكتورة في القانون الجزائي سماح قوبعة توضح. جرموا المرسوم عدد 54 لسنة 2022. هنا العقوبة نجم نقول إذا كان أقل من 5 سنوات مش تكون في إطار جنحة، لكن إذا فوا يعني تتجاوز 5 سنوات مش تكون جنية، حتى لو 6 سنوات ستكون جنية، لكن هنا هي جنحة. هنا العقاب لا يتجاوز 5 سنوات. نذكر إنه بخلاف المرسوم يعني هناك العديد من الأحكام التي معناتها حتى لو هناك مس معناتها التشهير بالغير أو الاعتداء على الغير باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، دونك كل ما فيه خرق للمعطيات الشخصية، كل ما فيه معناتها تعدي على الغير هو أيضا مجرم بنصوص أخرى. يذكر أن الجريمة الإلكترونية لا مكان يحددها، وبإمكان النيابة العمومية أن تعاين الجرائم المرتكبة من قبل التونسيين المقيمين داخل تونس. يفتتح مجلس نواب الشعب غدا دورته العادية الثالثة بجلسة عامة يتم خلالها النظر في مشروعي قانونين. يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. كما سينظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال دورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري والدورة العادية 23 لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، اللتان ستنعقدان بعاصمة بوراندي بوجمبورا من 29 إلى 31 من أكتوبر الجارية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. إلى أخبار
أخبار العالم. الآن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الكيان المحتل حرب الإبادة على القطاع المحاصر وعدوانه على الضفة الغربية. نعيمة سوليا. استشهد 22 فلسطينياً 13 منهم شمال القطاع في غارات إسرائيلية متواصلة منذ صباح اليوم، كما نسف جيش الاحتلال منازل بالمناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكان الاحتلال ارتكب خلال 48 ساعة الأخيرة 5 مجازر في القطاع أسفرت عن 96 شهيداً و277 مصاباً، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 43,000 شهيد وما يزيد عن 100,000 مصاب. على الصعيد الإنساني، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية أن المستشفى محاصر بالكامل وأنه تم اعتقال معظم عناصر الإطار الطبي، مؤكداً أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية فقط في ظل انهيار المنظومة الصحية بالكامل. وكانت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق ناشدت المؤسسات الدولية بإفادة فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 12 فلسطينياً على الأقل. على صعيد آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى بإصابة الأسير مروان البرغوثي وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو سبتمبر الماضي. على الجبهة اللبنانية، دعا الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم سكان عدد من أحياء مدينة صور إلى إخلائها بشكل فوري والتوجه إلى شمال نهر الأول استعدادا لقصفها. جاء ذلك بعد ساعات من شن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا عنيفا استهدف منذ فجر اليوم قضائي صور والنبطية وبلدات بنت جبيل وعيت الشعب ورمية والظهيرة والبستان وعترون في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة شمستر بمحافظة بعلبك في البقاع، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرة بجروحى. وكان طيران العدو الصهيوني ارتكب مجزرة ليلة أمس عقب استهدافه مبنى تابعا للدفاع المدني ببلدة عين بعال، خلفت 7 شهداء بينهم 4 مسعفين إضافة إلى 24 مصابا. في المقابل، واصل حزب الله اليوم قصف مستوطنات ومواقع للعدو، كما استهدف بعدد من الصواريخ تجمعات لقوات الاحتلال بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت وعند بوابة فاطمة الحدودية، وحقق إصابات مباشرة. وأعلن الكيان المحتل اعتراض طائرة مسيرة في الجليل الغربي، فيما أكدت هيئة البث العبرية رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها، سقط بعضها في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طاريا حول الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، متزامنا مع دعوات ومذكرات احتجاج تقدم بها لبنان والعراق والجزائر ضد الكيان الصهيوني في ظرف دقيق وخطير يواجه الشرق الأوسط بشكل يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية أكثر من أي وقت آخر مضى. نجيب جنات. 4 دول تقدمت بدعوات ومذكرات احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بدءا بلبنان الذي يطالب المجلس باتخاذ قرار نافذ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مرورا بالعراق الذي احتج على استخدام الكيان الصهيوني لأجوائه في هجومه الأخير على إيران، وصولا إلى الجزائر التي دعت إلى اجتماع طارئ للمجلس لبحث الهجمات الإسرائيلية على إيران. وهو الاجتماع الذي سيعقد اليوم بطلب من إيران وحظي بدعم من روسيا والصين والجزائر الممثل العربي في المجلس. دعوات متزامنة، هل ستكون مؤثرة ذات جدوى أم أنها ستكون ضحية الضغوطات داخل مجلس الأمن؟
أستاذ القانون الدولي العام عبد المجيد العبدلي يتحدث. لا أتصور أن هناك جدوى من هذا الانعقاد، بل هو مضيعة للوقت، لأن إسرائيل كيان لا يحترم قواعد القانون الدولي. مجلس الأمن اجتماعاته هي خسارة للضحايا الذين يموتون كل دقيقة، سواء في فلسطين المحتلة، غزة، أو في لبنان، أو في أي مكان آخر. مجلس الأمن في الحقيقة دوره انتهى طالما فيه أعضاء دائمون يتمتعون بحق النقد. منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وفي الشرق الأوسط، أخفق مجلس الأمن في الرسالة الإنسانية الموكولة إليه، وهي دعوات الدول الأربعة تضعه مجددا أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية تجاه بلدان تنشد الشرعية في مواجهة كيان صهيوني منفلت ومارق عن كل المواثيق والقوانين. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تسليم 1200 مسكن اجتماعي بين سنتي 2023 و2024، وقريبا دفعة جديدة في 3 ولايات. افتتاح دورة التاسعة من المؤتمر السنوي إفريقيا كايزن بمشاركة أكثر من 20 دولة. في العالم أكثر من 20 شهيدا وعشرة الجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم حول العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.